مهما كان الوضع الذي تمر به الآن جيدا أو سيء سيتغير. ده مثال رائع، والست دي أنا بحييها على الكلمتين دول. وممكن يبقى في ناس كتيرة جدا في الحياة شايفين ربنا بيبتلي ناس كتيرة جدا، ممكن يبتلي في ضناء، ممكن يبتلي في صحته، ممكن يبتلي في شغله، ممكن يبتلي في حاجات كتير جدا. الناس اللي بيبقى عندهم البلوى الكبيرة أو الوجع الكبير ده بيبقوا حاسين إن الوقت ما بيعديش، إن السنين بتعدي وهم زي ما هم موجودين. الكلمة دي مهمة جدا، أنا مؤمنة بيها. مفيش حاجة بتفضل دايمة على حياتها، يعني لا الوحش بيفضل موجود طول العمر ولا الحلو بيفضل موجود طول العمر. يعني برضو لو ربنا، في ناس كتير ربنا يرزقهم ويديهم ويفتكروا بقى ان الحياة لعلطت وبتعمل حساب قلبة الزمن. والناس اللي عندهم الناحية التانية الابتلاء والمشاكل، الحياة مش تفضل مقفولة عليك كتير. في او ربنا عادل، لازم يفتح من هنا. لحظة الوجع الناس كلها بتتخيل، او الانسان اللي بيبقى في موقف وجع ان العالم كله خلاص هو كده قصد الستار، وان هو بقى في حاله ظلام وفي حاله مرار وفي حاله فقدان. لكن فعلا الوقت زي ما هي قالت برضو ان الوقت بيشفي كل شيء حرفيا. الوقت والصبر والاراده ممكن بيغيروا كل حاجه. لكن فكره حتى كمان في الحلو يا سوير، ما هو في الحلو بقى، يعني فكرة في الحلو احنا لازم فاكرين ان اعمل، خلي بالك ما هو بصي دي حكمة، دوام الحال من المحال. إذا كنت عايش في حالة جيدة أو سيئة فهي هتتغير، أصل ده قانون ربنا وحطه على الأرض. صحيح. يعني لا أنا عمري في حياتي هفضل في هنا وسرور وحياة رفه ومفيش مشاكل. صحيح. ولا أنا برضو من عدله هفضل موجودة في حياة كئيبة وعندي ابتلاءات بعد العسر يسر دايما على طول. لا بالظبط، يعني خلينا خليها قانون في دماغك، فكر بالطريقة دي عشان الأمور تعرف تعديها. زي ما دايما بنقول والشعراء بيقولوا الأيام دول، فإحنا لا بالزبط. لحظة التعاسة هفضل تعيس طول الوقت وهفضل في حال سيء طول الوقت، ولا وأنا في لحظة السعادة وفي لحظة الوصول أو أنا متخيل الوصول إلى القمة أو الوصول إلى شيء كبير هفضل هنا طول الوقت. لازم يبقى عندنا توازن في الحياة عشان يبقى عندنا اتزان. لما يحصل مشكلة ما ننهارش، ولما ننجح ما ننهارش برضو من فكرة الغرور أو أن أنا أمشي كده يعني في الأرض مرحا زي ما لا تفرح كل الفرح ولا بقول لك هي قاعدة. إيه تاني منى عندك؟ عجبتني برضو كمان ان تبقى مبسوط وسعيد وممتن لتقدم العمر، لان البديل الاخر انك بشارة موت صغير. افرح بسنك واستمتع بسنك في كل وقت وكل سنه بتعدي بيك وكل نضج وكل حياه بتستمتع بيها. بس المهم ان انا ابقى زي ما بقول ايه، اللهم ابقني اذا كانت الحياه خيرا لي. يعني انا بزرع في الارض حاجه كويسه او بعلم الناس حاجه كويسه، دي يا رب ادينا طول العمر.